بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، نجدد اللقاء ونجدد التحية بانطلاقة الشوط الثاني عشر المخصص لسن الحجايج الجعدان في هذا المهرجان. على بركة الله تعالى أعلنت انطلاقة هذا الشوط. أذهب إلى الصدارة والمقدمة والقيادة. هنا شامخ هو من يشمخ على صدارة هذا الشوط، يقدم ناصر بن سعيد بن ناصر الزرع، مقدم لنا شامخ على المركز الأول، ولكن ينخطف في هذه اللحظات. هنا من يسيطر على المركز الأول الشامي لحامد بن محمد بن حمد بن سالم بن ركاض العامري، مقدم لنا الشامي على المركز الأول، بينما انتقل مباشرة إلى المركز الثاني. يتقدم في هذه اللحظات شاهين لجابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري، مقدم لنا هذا الشعار، ومقدم لنا شاهين على المركز الثاني، بينما الوصول على المركز الثالث في هذه اللحظات. يتقدم في هذه اللحظات ولد الباز عبد الهادي بن علي بن ناصر، ايضا مقدم لنا ولد الباز على المركز الثالث، بينما الوصول من الجنب الثاني على رابع المراكز. التسلل في هذه اللحظات من الجنب الثاني، ما شاء الله، ماخذ له زاويه، ايضا من زاويه يمنى على المركز الرابع شامخ لناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي، عادي للمركز الثالث، بينما المركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات شاهين لعلي بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب المري، مقدم لنا شاهين على المركز الرابع والمركز الخامس. يتقدم الحذر لتريحيب بن محمد بن تريحيب بن نايفه الهاجري. هكذا حبلنا الكريم، كان النداء الأول إلى الخمس المراكز الأولى المتقدمة. دعنا لحضراتكم بالوفاء والتمام، نعود إلى الصدارة، والعود أحمد بإذن الله تعالى مع شامخ هو من يتصدر قائمة هذا الشوط. ناصر بن سعيد بن ناصر الزرع مقدم لنا شامخ، ويقدم لنا هذا الشعار دائما مميزا، بينما الوصول على المركز الثاني. يتقدم في هذه اللحظات الشامي على المركز الثاني الحامد بن محمد بن محمد بن سالم بن ركاض العامري، مقدم لنا الشامي، بينما المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات شاهين لجابر بن سالم بن سعيد الجربوعي المري، يحتل المركز الثالث ولكن ينخطف في هذه اللحظات. هنا شاهين علي بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب ايضا عاد على المركز الثالث والمركز الرابع. يتقدم مزاحم، اول اذاعه واول نداء لمزاحم لمحمد بن رايد بن سعيد العويسي، مقدم لنا مزاحم على المركز الرابع والمركز الخامس. الوصول من شاهين لناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري. يا سلام، نداءنا الثاني حبلنا الكريم، خلاص 1500 متر ما تبقى عن خط النهايه، عن الفوز، عن الناموس، ولكن شامخ ما زال شامخ على الصداره. ناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي هو من يقدم لنا شامخ على المركز الاول، بينما المركز الثاني. هنا الوصول بهذه اللحظات من الشامي حامد بن محمد بن حمد بن سالم بن ركاض العامري، يقدم لنا الشامي، بينما الوصول في هذه اللحظات على ثالث المراكز شاهين علي بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب المري، يقدم لنا شاهين على المركز الثالث والمركز الرابع. اصبح من نصيب مزاحم لمحمد براد بن سعيد لعويسي. يا سلام يا سلام، وصل مزاحم، وصل في هذه اللحظات، بينما الوصول في هذه اللحظات على المركز الخامس. القدوم في هذه اللحظات من شاهين المطار بن عبد الله بن مصبح بن عمر الشامسي، مقدم لنا ايضا شاهين على المركز الخامس، لكن خلاص نعود والعود احمد، جوله الاوامر النهائيه، الكيل والاخير ما شاء الله شامخ على الصداره. شامخ ما زال هو من يتربع على عرش القياده، ماخذ زمام الامور. ناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي هو من يقدم لنا شامخ على المركز الاول، بينما الخطوره تشكل هنا على المركز الثاني والمركز الثالث. يا سلام، ما شاء الله، شاهين علي بن جابر بن حمد بن جابر الحنزاب المري، ولكن شوف ارصد اللي قادم على المركز الثاني في هذه اللحظات من الجنب الثاني، بدا يشكل الخطوره، بدا يتسلل في هذه اللحظات. ما شاء الله، هو من يتقدم هو شاهين، شاهين محمد او المطار بن عبد الله بن مطار بن عمر الشامسي، ما شاء الله، المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات. هنا الوصول صغان لمحمد بن ناصر بن سالم بن صقر المنصوري، الله الله الله، ولكن لنا عودة مع الصدارة.
لنا عودة مع القيادة مع الريادة مع شامخ، ما زال هو شامخ على الصدارة. خلاص جولة الأوامر النهائية، شامخ على الصدارة، ناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي. ولكن شوف اللي بدأ يشكل الخطورة، بدأ يشكل الخطورة في هذه اللحظات. يا سلام شاهين المطر بن عبد الله بن مطر بن مصبح بن مصبح بن عمر الشامسي. يا سلام شاهين غير على الصدارة، خلاص غير شاهين سلالة شاهين، ما شاء الله شاهين يخطف المركز الأول. المطر بن عبد الله بن مصبح بن عمر الشامسي وسلالة شاهين غنية عن التعريف. تهانينا تهانينا والف مبروك إلى مالك شاهين مطر بن عبد الله بن مصبح بن عمر الشامسي. والمركز الثاني كان من نصيب شامخ لناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي. المركز الثالث كان من نصيب الشامي لمحمد بن عبد الله الطير بن سهيل العامري. والمركز الرابع مشوش على المركز الرابع العيسى بن محمد بن جمعة بن جبر المهيري. والمركز الخامس كان من نصيب المركز الخامس حفلنا الكريم الشامي لحامد بن محمد بن حمد بن سالم بن ركاض العامري. هكذا حفلنا الكريم كان النداء الخامس إلى الخمس المراكز الأولى. ولكن نعود بالتوقيت الزمني التوقيت الزمني 6 دقائق 17 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا إلى مالكي شاهين مطر بن عبد الله بن مصبح بن عمر الشامسي. المركز الثاني كان من نصيب شامخ ناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي، قاطع المسافة في زمن وقدره 6 دقائق 17 ثانية و9 أجزاء. فوتو فينش يا سلام. أما المركز الثالث توقيت المركز الثالث الشامي من احتل المركز الثالث محمد بن عبد الله بالطيرس بن سهيل العامري، قاطع المسافة في 6 دقائق 21 و3 أجزاء من الثانية. تهانينا إلى الجميع والناموس.